السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. الدعوه راهي تخلطت. واحد يقول الانديه الجزائريه كامل راح تقاطع البطوله وما كانش بطوله، والاخر واش يقول؟ يقول لك كان البطوله راح نستأنف في البطوله وعادي ونبداو البطوله عادي نكملوها. شكون يصدقوه؟ ما كانش تفاهم، لا رابطه لا اتحاديه، هذه الاحترافيه. نعم هذه الاحترافيه. رئيس الرابطه يقول ما كانش بطوله غنوقفوها، والانديه اكثر من 90% من الانديه ضد استئناف البطوله وتجميدها، قال موسم ابيض ما كان لا صاعد لا نازل. ورئيس الاتحاديه يقول نستأنف البطوله. شكون يصدقوه؟ الأندية ممثلة أيضا في الرابطة نتاعها، في الرابطة الوطنية بقيادة مدوار، يقولوا بلي ما كانش بطولة، والنوادي الجزائرية أكثر من نقولوا 90%، ما نقولوش 95%، نقولوا 90% ما كانش بطولة. وزادشي يقول لك كاين البطولة. داخل الأخبار تقول بلي الاتحادية بعد ما تحصلت على أموال ودعم من قبل الفيفا بسبب جائحة كورونا راح تفرقها، تحاول تشوف كيفاش الانديه تراجعها، تراجع في الراي نتاعها الانديه هذه اللي بقاطع البطوله، قال نعطوكم دراهم وكملوا البطوله. بسبب ماذا؟ بسبب نظام المنافسه الجديد اللي تبناته الاتحادي من بين التعديلات اللي قالتها الاتحاديه، اتحاديه جزائريه، انه باش يحرموا على الناس القوانين اللي التعديلات اللي صارت عليها ضجه كبيره، واللي رجع لها الوزير الشباب والرياضه بتعليمها انه ما كانش تغييرات موسم الانتخابات، ما كانش تغييرات، لكن الاتحاديه حبت تفرض رايها على الجميع باللي الله يسهل الناس تموت ما تموتش الله يسهل، المهم نكملوا في البطوله باش الموسم القادم نطبقوا التغييرات نتاعنا والنظام المنافسه الجديد. معليش عطيتو البريمير ديفيزيون، عطيتو الدوزيام ديفيزيون الاموال اللي عطاتها لكم الفيفا، معليش. والاماتور والاقسام السفلى كيف نديروا لهم وكيفاش يطلعوا؟ ما عندهمش باش يطلعوا للدوزيام ديفيزيون، كيفاش ها كيف يديروا؟ عاك عطيتو البريمير ديفيزيون اموال وسكتوهم وباش يلعبوا البطوله على جات، غريتوهم اغراء بالاموال، معليش. بريمير ديفيزيون وزيدوهم دوزيام ديفيزيون، معليش. والاماتور والقسم الهوات الاقسام السفلى اللي عيط له دوزيام ديفيزيون، دوزيام ديفيزيون كيفاش ديروا لهم؟ ما كانش دراهم، ما كانش دراهم، مش كيما هكا، مش كيما هكا. دوكا رانا نشوفوا كي شغل صراع راح يكون بين رئيس الرابطه ورئيس الاتحاديه، رئيس الرابطه ورئيس الاتحاديه صراع، واحد يقول نو وواحد يقول وي. واحد يقول نو ما الانديه راهي جايه في صفي بعد ما دار مدوار جوله مكوكيه، الشرق الوسط الغرب، يعني دار كل المناطق كل بقاع الوطن، وجاب معها تأييد، هو وقفاسو جاب معها تأييد، الانديه رافضه باش تستأنف البطوله. لكن زرتشي ما دار ولا جوله مكوكيه في بيرو تاعو وقرر، ما كانش قلنا لكم ما كانش منها هذه الحكايه تاع الانديه تقاطع بطوله كاينه. الناس تموت، الناس راهي تموت، اعز الناس راه نفقدوا فيهم، اعز الناس وخيره الناس، ها اسمعوا مليح شنو نهضر، خيره الناس واعز الناس راه نفقدوا فيهم، اطباء، معلمين، اساتذه، دكاتره، ائمه، راه نفقدوا فيهم خيره الناس، خيره المجتمع، راه نودعوا فيهم يوم بعد يوم بسبب الوباء هذا الكورونا. ويجيك رئيس الاتحاديه يكمل البطوله عادي، والناس هذه اللي تموت كل يوم كاين الموت والاصابات، هذا من اللاعبين جايين من كوكب اخر ولا في جزائريين؟ هل عندك الامكانيات اللي عند المانيا واسبانيا وانجلترا؟ ما عندكش، على التعنت سمع على جال رايك، ما يهمكش انت الشعب ولا ما يهمكش القوانين، تعفس على القوانين على جال باش ما يفسدولكش
النقاط اللي زدتهم باش نظام المنافسة العام الجديد طبقوا على كيفك انت، وكورونا والإصابات والوفيات وأعز الناس وأحسن الناس وأخير الناس فقدناهم. هذه الاتحادية، وهذه أيضا رابطة، رابطة كانش تنسيق، كانش تنسيق، كانش تنسيق، كل واحد يخدم كيما يحب، كل واحد يخدم كيما يحب. الآن ينتظروا في وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدولة الجزائرية أنها ترفع الحظر. حظر واش اللي ترفعه؟ ترفع حظر تاع 336 إصابة، هذا الشيء مصرح به، بلا الوفيات وبلا، أمر خطير صراحة، مابقاوش نخبوا على الناس، أمر خطير. إصابات يومية، يومية نفقدوا أعز الناس، قلتها ونعاودها، وأخير الناس وخيرة الناس في المجتمع راه نفقدوا فيه، نفقدوا فيه. ربي يرحم اللي ماتوا وربي يشافي المرضى إن شاء الله. لكن هذا يبين لك درجة التسيير، التسيير الهاوي. نعم، التسيير الهاوي، سواء في الرابطة ولا في الاتحادية، ما كانش تنسيق بيناتهم، كل واحد يغني في غناه، وكل واحد يقول فولي طياب. هذا واش وصلنا، هذا كرة القدم المحترفة، وهذا الاحتراف اللي وعدونا به الإعلام الجزائري، بعض الإعلام الجزائري، سواء في رئيس الاتحادية خالد الدين زطشي المحترف، أو اللي وعدونا في رئيس الرابطة، أو رئيس الرابطة مدوار. هذا هو الاعتراف للأسف. نتمنى الخير لبلادنا، وفي الأخير ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.